كنظن بان الدراهم وجدوا مزيان هذه المباراه هذه شي خدوا واحد الشكل جيد ان شاء الله باش نحققوا واحد الانتصار على فريق كره مراكش ونتصدروا المجموعه ديالنا نبينوا بان راه حنا غادي في طريق جيد وان شاء الله غادي نبينوا بان راه حنا الفريق اللي فتح فريق قوي ان شاء الله. اولا كنشكر الدراري بزاف اللي عاونوني في الحاجه وكنشكر البريباراتور فيزيك كنقول ان شاء الله بالله دعم غادي نقول الكلمه ديالي الحمد لله استعدادات موفقه واجواء مزيانه الدراري عازمين انهم يحققوا واحد النتيجه ايجابيه ان شاء الله في المقابله. المقابله غادي تكون صعيبه شويه خاصه اننا انتصرنا على فريق مراكش في الديار ديالو نحاولوا نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا ندوزوا للنصف النهائي ان شاء الله ونلعبوا المقابلتين اللي باقيين بارتياح ان شاء الله. كنتظرنا يوم الاربعاء مقابله قويه ضد فريق اللي ماشي سهل فريق كوكب مراكشي. كنظن بان مجموعه استعدت لنا في الكفايه لهذه المقابله وكنتمنى اننا نكونوا في المستوى يوم الاربعاء ان شاء الله ونحققوا الاهم باش نحققوا نتيجه ديال التاهل بعيدا عن كل الضغوط. غادي نستهنوا بالمقابله فعارفين المسؤوليه اللي علينا كلاعبين. كنظن بان جميع اللاعبين على اتم استعداد للمقابله وكيف قلت لك كنتمنى اننا نكونوا في موعد ونكونوا في المستوى ان شاء الله باش نرضيو الجمهور ديالنا ونحققوا التاهل ان شاء الله.